بسم الله الرحمن الرحيم. في 2019 وفي وقت نزول الجايد لاينز دي بالطياره اللي رايحه نيويورك، كان في واحده من اهم اساتذه القلب الاطفال في مصر رحمه الله عليها الدكتوره هاله حمزه، كانت على الطياره دي. وهناك في وسط الطياره وهي في المؤتمر، طريقها للمؤتمر، حصل كاردياك ارست وللاسف ما سعفتش. النهارده احنا عايزين نعرف ليه حصل كده وازاي كان ممكن نعمل خطوات سليمه. وخلينا نفتكر دايما ان الطب ما بيضيفش حياه، انما بيضيف معنى للحياه. لما نيجي نتكلم عن البلمونر على الامبوليزم بشكل عام، بنقول في حاجات خطر قوي ونشك ان البلمونر امبوليزم ممكن يحصل معاه، وفي حاجات ممكن وممكن لا، وفي حاجات مش مهمه قوي نادر لما هيحصل معاها بلمونر امبوليزم. البلمونر امبوليزم مرض الناس، وخلينا نقول كلمه كسالة واللي قاعدين على طول عشان نفتكر بس. يعني واحد حصل له فراكشر في اللور ليمب، واحد عنده سباينال كورد انجري، واحد عامل عمليه في رجلي هيب اور نير ريبليسمنت، واحد اتعرض لتروما ورائد على السرير ريد بيدن، او حصل له قبل كده فممكن يتكرر معاه. الجروب ده في غايه الخطوره، علشان كده بنفكر دايما دكاتره العظم والباستا سيرجري ان لو سمحت افتكر دايما البروفلاكسس. طيب ايه الحاجات القليله؟ البريجنانسي هو لو ريسك، الباريكوز فين لو ريسك، لما تستخدم مناظير في الجراحه فهي كلها لو ريسك. طيب الامراض الوراثيه والكانسر، ودول امراض تهمنا قوي. خلينا اقول ان الناس اللي عندها امراض وراثيه بتغير شكل الدم، خصوصا لو هيتيرو زايجوس، دي كلها بنسميها مودريت ريسك. والكلام ده هيفرق معايا بعدين وانا بتكلم عن بورفلاكسس. فنفتكر ان كل الاوتو اميون، كل الامراض الوراثيه، الكانسر هو مودريت ريسك بالنسبه لنا. طيب ليه بيحصل او ميكانيزم للثرومبو امبوليزم؟ هنشرحه مع الثرومبوفيليا لانه جزء مهم منها. وخلينا افكركم ان عندي حاجه اسمها برشاو طريات، لو حصل اختلال في اي جزء منها تكون ثرومبس. من الفينوس سيستم الثرومبس تروح للهارت، ومن الهارت تطلع على الرئه. طيب الانسان بيموت ليه؟ يعني ليه لما بتحصل له جلطه في الرئه قلبه يقف ويموت؟ ببساطه خالص، الجلطه عامله زي زلطه موقفه كل حاجه. الزلطه دي خلت الار في او الرايت فينتركل مش عارف يضخ دم كويس، فيوسع ويحصل ارتجاع في الصمام ثلاثي الشرفات. لما يوسع يصوت، ومعنى ان مايوكارديوم يصوت يعني يطلع بعض الهرمونات، ولما يطلع هرمونات يقول لهم انا مخنوق محتاج اكسجين، ولما يتفتح على الاخر تتفتح الشنطات والبي اف او اللي كانت مخفيه، ويبقى مخنوق هايبوكسيميك واسكيميك، فيقل الاوتبوت بتاعه، تقل كونتراكتيليتي، وبالتالي تقل كل حاجه في الجسم، وفي النهايه يوصل لمرحله المورتاليتي. طيب خلينا نط على كلمة هيموداينامك انستابيلتي، وخلينا اتكلم الاول، هو انا الشخص اللي عنده بالمونر امبوليزم اعرف منين اللي عنده بالمونر امبوليزم اصلا؟ ده سؤال محير. خلينا اقول ان مشكلة في البالمونر امبوليزم انه نون سبيسيفيك ساين، يعني ما اقدرش اقول لك ان العيان ده لما تشوف عنده كذا وكذا يبقى بالمونر امبوليزم، ومعتمد اساسا على الكلينيكال سنس بتاع الدكتور، ومعتمد
عشان يبقى عندك كلينيكال سنس يبقى عندك هاي بروبابيلتي، يعني المريض ده عنده حاجات تخلينا نفكر في بلمونر امبوليزم. طيب المريض ده ممكن يشتكي من ايه؟ والله هو ممكن ما يشتكيش اصلا، او يشتكي من حاجه تانية، يشتكي من ديزنيا، انا مخنوق. وخلينا افكركم ان الديزنيا كان ليها اكتر من جريد، في ناس قسمتها لحد 5 جريد او 4 جريد في التقسيمه القديمه. الحاجه الثانيه الشيست بين، وكلمه الشيست بين دي اللي كانت تفكرنا بالاكيو كرونس سندروم والاورتيك ديسكشن، بسببها حصل التراي فيزيك سيتين، لاننا من كتر الحيره بقينا بنعمل اختبار ثلاثي مره واحده. طيب ممكن يجي له ايه تاني؟ ممكن يجي له الهيمو دايناميك انستابيلتي، سبتها دخلت ناس ثانيه، او كاردياك ارست. فلما يجي له عيان في الاستقبال ضغطه قليل، ما تنساش تفكر ان من ضمن الاسباب بلمونر امبوليزم. لا زوم. والاخطر هو السنكوب. اول ما عيان بيجي بسنكوب احنا دماغنا بتروح يا ام اي يا ارزمي، وبننسى ان بلمونر امبوليزم خصوصا لو ماسف ممكن يكون هو السبب. وبالمره ما تنساش ان ممكن يكون عنده شيست ديزيز ويجي له بلمونر امبوليزم، زي كانون عنده كوفيد وعنده بلمونر امبوليزم. ما تنساش المعلومه دي ابدا. عيانه فيزر ليه؟ الجزء الثاني اللي ممكن افكر فيه هو عن طريق الاي سي جي. انا اونلاين على سبيسيفيك، بيتاخر وبيحصل في المسف وعايز الحق العيان. بس لو لقيته، لو لقيته افتكر ان العيان اللي بيجي له بلمونر امبوليزم بيسقط في الامتحان. دي هي اس 1 كيو 3 كيو 3 ده المنظر اللي تشوفه في الرايت شيست ريد اللي هي فوق الرايت فنتركل. ايه منطق العيش؟ طيب الاكس راي ليها لازمه؟ هي الاكس راي هتقول لك ان عاده ان العيان ده بيكون عنده شويه مشاكل كده في الرئه. لا شويه مشاكل موجوده قديمه، فهتبتدي تشك ان يمكن والله بلمونر هايبرتنشن وبقى في موجود، او عنده مشكله ثانيه ومصاحب ليها بلمونر امبوليزم. طيب يلا سامي، يعني هو اي عيان داخلي يستقبل كده والعيان ده تعبان، مش يمكن ست متخانقه مع جوزها، مش يمكن واقف في الامتحان وما حلش كويس، يعني اي حد داخلي كده اول حاجه هعملها معاه اقول بلمونر امبوليزم. ما انت عمال تقول لي شيست بين وتقول لي ديزنيا وسينكوب، طب اعمل ايه؟ احنا مش عايزينك تحتار. بسبب المشكله دي هيحصل اجتماع لمعظم علماء الشيست مع الكارديو في مرتين، وهيخترعوا بسببها حاجه اسمها جنيفا بريدكشن رول، وحاجه تانية اسمها الويلز سكور. الاثنين لمجموعتين مختلفين من العلماء، كل واحد سمى السكور بتاعه باسمه. فكرته كلها انك لما تخش الاستقبال وتلاقي مجموعه من الكلينيكال ساين تشك ان العيان ده عنده بلمونر امبوليزم. وخلينا افكرك دايما ان اهم حاجه في التشخيص هي الكلينيكال سنس مش الريتست بروبابيلتي. طيب الجنيفا كده باختصار قالت لو سمحت شوف عند العيان ده في علامات او كان جاله بلمونر امبوليزم قبل كده او دي بي تي. طيب بص على رجليه، رجليه منفخه كده، شاكك ان في رجل فيها يوني لاترال ليمب سويلنج او اديما مشككاك في دي بي تي. طب العيان ده لو سمحت عنده كده شويه كانسر كان موجود. طب ما لقيتش كانسر. طب عنده كسر في رجليه ولا في راسه؟ ماشي. طب الهارت ريت اخبارته ايه؟ وش معنى الهارت ريت؟ لان القلب بيحصل فيلير فلازم يزيد كومبنسيشن لزياده في الهارت ريت. الراجل ده كبير في السن، يعني شكله كده لانه كل ما بيكبر كل ما بيمشيش وقاعد وعنده ديهايدريشن، فممكن القلب بدا يبوظ. تاني شوف بريفيوس، شوف لو سمحت لو عنده هيستوري للفراكشر او سيرجري او كانسر او الايدج كبير اكتر من 65
او بيكح دم هيموبسيس او يونيلاترال ليمب سوينينج. واليونيلاترال ليمب سوينينج معاها على طول بالمونري ايديم معاها ايديمه في اللور ليمب. الاسكورات دي كلها معروف منها نسختين، نسخه اوريجينال ونسخه سمبليفايد. النسخه سمبليفايد دي وانت واقف في الاستقبال بيبقى معاك ورقه فيها الكاركتر دي، بتعلم صح قدام كل واحده وتدي نقط، وفي النهايه بنقسمها للو او انترميديت او هاي. طب الاوريجينال فيرجن منها، الاوريجينال فيرجن دي في العاده كنت بتخش على اله او بتحسبها عن طريق النت، بتدخل الكاركتر وتضغط عليه تديك هو بروبابيلتي على طول. دي موجوده متاحه للي ما بيحبش يستخدم نت او مش متوافر، ودي متاحه للي بيستخدم الورقه والقلم. في النهايه احنا بنقسم العميل بتوعنا لثلاثه كاتيجوري، احتماليه قليله قوي او احتماليه متوسطه او احتماليه عاليه جدا لوجوده. طب ده يفرق معايا؟ اصبر عليا دقيقتين واقول لك يفرق معايا في ايه. يبقى انت واقف في الاستقبال، جالك العيان بالكلينيكال سنس كده شكيت بالمونر امبوليزم، رحت مدخله على الجنيفا كرايتيريا او دخلته على الويلز سكور، وده نموذج للويلز سكور هو نفسه بالظبط تقريبا. هو ده اسبين بالجمله؟ ايه؟ قلت لي لو اور انترميديت او هاي. ما شاء الله بالجمله يعني؟ حلو قوي. من المصنع ولا ايه؟ ايوه رايحه جبته من المصنع في عشان رمضان. اوه بكامل علمك. قبل ما اقول لك هعمل ايه التست ده، خلينا اقول لك ازاي اعرف ان العيان ده عنده بالمونر امبوليزم بالتحاليل والاشعاعات. ايه التحاليل اللي ممكن نستخدمها؟ اهم تحليل فيهم كان فكره عبقريه قوي. حد من العلماء قعد قال هو بالمونر امبوليزم عباره عن ايه؟ عباره عن جلطه. طب الجلطه دي لما تتكسر تطلع لي ايه؟ بروتين، بروتين مخصوص بالجلطه. طب انا لو اخدت بروتين ده وحللته، الشخص الطبيعي ما عندوش جلطات، فالبروتين ده مش موجود او قليل قوي. انما الشخص اللي عنده جلطه البروتين ده يزيد او في دمه. واخترع نوما انواع التحاليل واكتشفها وعمل التحليل ده وبيستخدم فيه الإلايزا. فالدي دايمر هو بروتين صغير ناتج عن تحليل الفايبرين، احد مشتقات تكسير الفايبرين في الدم. طيب الدي دايمر ايه مشكلته؟ ما تحليل جميل اهو ويجيب الدنيا كلها. اول حاجه مشكله في الدي دايمر انك هتعمله فين؟ الدي دايمر فيه تحليل دقيق محتاج معمل مركزي قوي في المستشفى بتاعتك، او تحليل بسيط مش دقيق قوي، يعني الكيتس اللي بنستخدمها مش عالية الدقة وجهاز التحليل مش عالي الدقة، بنسميه point of care. ليه point of care؟ لان الاجهزة القليلة دي موجودة في المستشفيات الصغيرة او بره في الوحدات الصحية كمان، فمش عالية الدقة لانه ما يقدرش يحط جهاز ضخم جواها. طيب الحاجة التانية ان الدي دايمر نسبته بتتغير مع الوقت، يعني كل ما الانسان يكبر كل ما اجهزة جسمه بتبوظ اكتر، فيبتدي الدي دايمر يظهر في دمنا بشكل اعلى، ولقوه بيبقى لحد ال 80 سنة كأن عنده جلطة، فبقت مشكلة في التحليل. التحليل ده اعمل له كات اوف فاليو فين؟ يعني ايه الرقم اللي اقوله ان عنده غلطة او ما عندوش؟ اول رقم افترضوه كان ال 500، قال لو 500 نانو جرام برملي يبقى العيان ده اكتر يبقى عنده غلطة، اقل ما عندوش. قوم يعملوها لو هو مش مظبوط. عملوا دراسات اطول فقالوا لو سمحت احنا هنعمل معاملة جديدة، سموها ان الايدج سن العيان ينضرب في 10 خصوصا لو فوق ال 50 سنه يبقى ده الكت اوف فاليو. اللي عنده 70 يبقى 700 نانو جرام هي الكت اوف فاليو بتاعته. اللي عنده 60 يبقى 600 نانو جرام هي الكت اوف فاليو بتاعته.
طب اقل من 50 لازم 500. ما يبقى ما تقوليش واحد عنده 30 سنه يبقى 300 نانو، لازم 500. ولاحظ ان في البريجنانسي هيبقى عندك مشكله تاني، لان البريجنانسي بيزود دي دايمر في الجسم. طيب عرفنا دي دايمر وعرفنا مشكلته وعرفنا ان منه تحليل دقيق وان فيه تحليل بسيط في البوينت اوف كير او في البرايمري هيرث كير سيستم. طيب ايه تاني ممكن استخدمه؟ انت عمال تقول لي جلطه جوه الرئه، صح؟ الجلطه دي بتعمل حاجتين، بتاثر على القلب وبتاثر على الرئه. طب ايه اهم تحليل للرئه؟ بسيط خالص، يا تعمل مقطعيه بالصبغه يا تعمل رنين مغناطيسي بالصبغه، او تعمل حاجتين، يا اما تجيب تشممه ماده مشعه وتشوفها كده موجوده في اللنج فين ومش موجوده فين، او تعمل ما الاشعه او الحاجه ماده نوويه وهتكلم عنها حالا مع مقطعيه في وقت واحد. طيب اسهل من كده، انت بتقول لي جلطه في الرئه او تاثر على القلب، طب مش ممكن الجلطه دي تكون في الرجلين؟ ممكن. طب ايه رايك نبص على اورده الرجل من تحت، يعني اعمل حاجه بنسميها الكومبريشن قلب تراكسونوجرافي. وليه الفهم بس كومبريشن؟ يعني انا بمسك البروب بضغط بيه على الوريد علشان اشوف واعمل فحص او سكاننج للجسم زي فحص الايكو بالظبط. طيب خلينا نتكلم الاول معلش عن السي تي، وعايزين نقول حاجه في القسطره وهنقول ايه لازمتها دلوقتي. السي تي بالمونري انجيوغرافي، يعني اشعه مقطعيه على الصدر بالصبغه. اول حاجه لازم تفهمها ان السي تي اتطور قوي وبقى مالتي ديتكتور. مالتي ديتكتور يعني ايه؟ المالتي ديتكتور السي تي هو زي الاكس راي بالظبط، بس بدات التكنولوجيا تتطور فبقوا يحطوا ان في كاميرات او زوايا للاكس راي تاخد 360 درجه وفي كل مكان تصور، وتقدر تعمل لفه كامله حوالين الجسم في ثواني، فتعمل مالتي ديتكت، يعني انا اكتر من مكان بصوره في لحظه، وكاميرات كتير. طيب الكاميرات دي ممكن على فكره اتحكم في القوه بتاعتها واتحكم في الحته اللي بتصورها. طيب لا طب ايه مس سي تي؟ موجود معظم مستشفيات النهارده بقى فيها سي تي في اي مكان. السي تي من الحاجات الدقيقه قوي، يعني انت لو شفت بيه حاجه يبقى اكيد الراجل ده عنده بالمونري امبوليزم. نسبه الغلط والاختلاف ما بين الناس قليله. الحاجه الثانيه ان السي تي ممكن تعمله في فتره قصيره، يعني انا ممكن احط العيان انقله ويعمل سي تي ويرجع مكان كله في 10 دقائق او ربع ساعه، مش هاخد اكتر من كده. طب ايه مشكلته؟ مشكله السي تي دايما في الاشعه بتاعته، الراديشن اللي بيطلع منه كتير. ده انا الاكس راي بخاف منها، تخيل انا حاطط لك 100 اكس راي، هخاف ولا ما اخافش؟ طيب الام ار اي، الام ار اي ده جهاز مش متواجد في معظم الاماكن، نفس دقه سي تي وما اختلفش عنه كتير، فبقى احتياج للام ار اي اقل بكتير من احتياج السي تي، غير ان الام ار اي مخيف وبياخد وقت اطول، فدايما الناس الكولستروفوبيك يخاف يخش جواه ويعمل مشكله ويقول لك لو سمحت ما تدخلنيش. طيب ايه رايك نعمل اكس راي بالشعاع النووي؟ بتهزر؟ لا انا بتكلم عن الفنتليشن بيرفيوجن لانج سكان، ده المنظر بتاعها، جاما كاميرا بسيطه خالص والعيان قاعد عليها، بدل ما يقف هو نايم، وفي ثانيه واحده بتصور بعد ما تديله ماده مشعه يشمها. الفكره ان الاماكن اللي فيها البالمونري ارتري مقفول ما بتاخدش الاشعه ده،
مش هتاخد الماده مشعه, فيبان كانها ديفكت حته ما فيهاش ماده مشعه لان الارتري في المكان ده مسدود. لاحظ ان بابولا الارتري بيتفرع للشبكه كامله والجلطه بتيجي في اجزاء وتسيب اجزاء, الا لو ضخمه جدا فالعيان هيموت اصلا مش هتلحق تعمل حاجه. فانت تديله الماده المشعه دي وتحطه على الجامعه الكاميرا دي في ثانيه واحده تاخد لقطه. والميزه اللي فيها ايه؟ الميزه ان هي بتطلع اشعاع قليل. طيب فبيسموها البلانر فنتيليشن برفيوجن سكان. بلانر يعني هي بتاخد مقطع واحد. طب الاسبكت, الاسبكت اشعاع نووي مع سي تي في وقت واحد, فبالتالي كميه الاشعه اللي موجوده فيه عاليه ومش موجود في مراكز كتير. طيب افرض انت جه العيان وغلطت ودخلت قسطره وافتكرته ام اي, العيان ده تعمل ايه معاه؟ لو سمحت وانت جوه كده, ايه رايك نصور البلمونري ارتري؟ واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك بنعمل رايت هارت كاس, فاخش على البلمونري ارتري من البينا سيستم واصوره جوه, وده ادق حاجه على الاطلاق تشوف بيها. بس طبعا دي حاجه غير متاحه, حاجه انفيزيف, ممكن عيان يحصل له كوميونيكيشن كتيره جدا منك على الترابيزه, فطبيعي مش مستحب دلوقتي انك تعملها في وجود نون انفيزيف مانوفر زي ستين. طيب قلنا كومبريشن التراسونوجرافي ده بتعملها على الرجلين او رده الرجلين وتشوف فيها الدلتا من تحت ولا لا, فتاكد لك ان الدي بي تي راح حرقها. طيب عندنا حاجه ابسط من كده, عندنا حاجه انا كارديولوجيست ما فيهاش كل التعقيد وانقل العيان وممكن هو في مكانه ده اجيبها لحد عنده. عندي طبعا, انا عندي حاجه اسمها الايكو, اسهل حاجه في الدنيا واجملها ان عندك الايكو. طيب انا جبت ايكو وحطيته جنب العيان, هشوف ايه؟ يعني هشوف الرئه دي؟ ما طبعا لا, انما هتشوف تاثير ان الجلطه سد طريق الرايت فينتركل ومأثره على كل الجنب اليمين من القلب, ما الطريق مقفول فكل الحته دي هتبوظ. طيب هو الجنب اليمين في القلب فيه ايه؟ في فينتركل وعندي وريد اسمه افيرو بينا كيبه تحت كده ابن حلال, وعندي بالموناري ارتري. طب اشوف فيهم ايه دول؟ واحده واحده كده عليا, هي ايه الموداليتي اللي موجوده عندك على جهاز الايكو الاول كده؟ والله انا عندي 2 دي والام مود والتشو دوبلر, والناس المتقدمه قوي عندهم 3 دي ملناش دعوه بيهم دول. يبقى انا عندي ام مود والتشو دوبلر وعندي 2 دي. طيب هات لي تدوي ال 2 دي الاول كده وقول لي هتشوف بيه ايه. انت عملت تقول لي الجنب اليمين, يعني الرايت فنتركل يحصل فيه ايه؟ اول حاجه الرايت فنتركل بقى تخين, يعني لما اجيب الباراسترنال لونج اكسس طويل فيه ومتضخم كده وحلو, ولما اجي اقارنه بالال في الاقيه بقى قده تقريبا او اكبر منه شويه, يعني الار في تخين وبيكبر عن ليفت فنتركل, والحته اللي جنبه كده من الجناب بتدلدل بقت تخينه دلدلت, يعني السبتم بقى فلات كده ومدهن, واشوف باراسترنال شورت. البزبوز بتاعه بتاع الار في اشوف فيه بيزيد الحركه بتقل الحركه, فنسميه اللي اكتشفها واحد اسمه ماك كونل فسماها الماك كونل ساين عند البزبوز. طيب انت عمال تقول لي ار في ونسينا نقول ان في وريد اي بي سي, اخبره ايه الوريد اللي من تحت؟ الوريد اللي من تحت
هتشوف انه بدأ مسدود والدم متجمع جواه يعني كبير فديستندد. واثناء الانسبيريشن ما بتحصلش كولابس. طيب والبالمونري ارتري مع الترايكاسبيد بتحصل حاجه بيسموها 60/60، يعني النظر بتاع البالمونري ارتري بقى 60/60 بس 6/60. يعني ايه الكلام ده باختصار ومش هنخش في التفاصيل قوي؟ البالمونري ارتري السرعه اللي فيه او سوء التسارع الدم جواه اقل من 60، وان الترايكاسبيد نفسه هو كمان بيزيد الضغط جواه بس بيكون اقل من 60. يبقى تاني 60/60 ساين في البالمونري ان الاكسلريشن اقل من 60، وفي الترايكاسبيد اقل من 60 الضغط. وده تبسيط مخل شويه بس معلش خدوا دلوقتي مني كده. وممكن تلاقي سرون باص دي مش مشكله خالص. طيب انت قلت لي 2D وام مود وتشو دوبلر العنجاز بتاعي، طب الام مود اعمل بيه ايه؟ الام مود حطه على الترايكاسبيد واستخدم حاجه اسمها التبسي. ايه التبسي ده؟ الرايت فنتركل لما بينقبض بيشد الانيولس، لو هو جامد هيشدها جامد، لو هو ضعيف مش هيعرف يشد الانيولس هيبقى بيشدها على قده. فالانقباض ده بنقيسه، طلع اكتر من 16 يبقى جامد ودراعه جامد، اقل من 16 يبقى حصل ار في ديسفانكشن. هو نفس التشو دوبلر بس بستخدم حاجه اسمها الاس فيلوستي. الاس فيلوستي هي اللي بتعبر عن انقباض الار في بالظبط ودراعه الجامد. لو لقيتها اقل من 10 او يعني 9.5 يبقى معناها كده ان الار في ضعيف. طيب معايا يا جماعه؟ دكتوره منى صوتي واضح؟ ايوه دكتور رامي، معلش دكتور رامي، انا الكمبيوتر بتاعي هنج فممكن ثانيه دقيقه بالظبط. عمال يهنج من الصبح. لا معاك سامعينك كويس. طيب هو هنج فمعلش حطفي وايد فدوني دقيقتين بالظبط انا اسف. سامعني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا معلش الكمبيوتر عمال يعمل فيا الحركة دي من الصبح. بقاله كام يوم معايا مهنج كده بالمنظر ده. خير إن شاء الله، إحنا معاك أهو كلهم. تمام. نكمل الايكو بتاعنا. يبقى تاني الايكو من المزايا بتاعته ان وسيله متاحه دايما سهل تنقله لمكان العيان، الدقه بتاعته عاليه، الفايندنج كونكلوسيف. ايه اللي بدور عليه فيه؟ بدور فيه على الار في الانفيروفينا كيبا وبدور فيه على البلمونري ارتري. طيب هشوف فيه ايه بالظبط؟ افتكر ان عندي 3 مودز، عندي 2 دي، عندي تيشو دوبلر، وعندي ام مود. قلنا هشوف فيه الار في بقى تخين، والتخن بتاعه ده مع المقارنه مع اللي بي بقى اكبر منه شويه، يعني اكتر من 1. البسبوس بتاعه بقى فيه عندي قلت الحركه فعمل ماك كون الساين.
جنابه دلدلت لما بقى تخين فعمل فلات 6 طن. وقلنا الاي بي سي هو كمان وسع ومبقاش بيحصل له كولابس مع انسبيريشن. طب والرايت وبالمونري ارتري قلنا نظره بقى 6/60 يعني 60 ساين. الاكسلريشن تايم بتاعي اقل من 60 والضغط عيلة بس اقل من 60 وممكن تلاقي ثرومبس. وقلنا الام مود الدراع بقى ضعيف يعني التابسي بقى قليل اقل من 16. التشو دوبلر زيها زي الام مود بالظبط بيقل الدراع ضعيف بس بدل كلمه تابسي حط كلمه اس فيلوستي. طيب انت عارف تحكي لنا كلام كتير كده وحاجات كتير قوي وتوهتنا في النص. الحاجات دي ايه لازمتها واستخدمها ازاي؟ اول حاجه قبل ما اقول لك تستخدمها ازاي وافهمها لك لازم اقول لك شويه ريكومنديشن عشان مكتوبه، بس الاهم الاستراتيجي لاستخدامها. دي ايه الاستراتيجي او يبقى في تفكيرك وانت بتستخدم؟ خليك معايا علشان هقول لك قبل الاستراتيجي لازم اكلمك عن حاجه اسمها ريسك. بسرعه كده نجري على الريكومنديشن المكتوبه. اول حاجه في العيانين الهيمودايناميك ستيبل، وانا بتكلم على الهيمودايناميك ستيبل ما بتكلمش عن حاجه تانية. اول حاجه لو سمحت استخدم اي ريسك سكور، يعني استخدم فاليديتد ريسك سكور من الموجودين. اتنين لو سمحت ادي العيان ده انتيكواجولانت، مش قصتنا دلوقتي. طيب ادي دايمر، ايه الكرايتيريا او ايه اللي انا عايزين نعرفه في الريكومنديشن عنه؟ اول حاجه ان الكات اوف فاليو اللي تستخدمها تستخدم الايج ادجستد كات اوف فاليو، ده رقم واحد. اتنين ان العيانين اللي عندهم هاي كلينيكال بروبابيلتي يعني احتمال كبير قوي يبقى عندهم بالمونر امبوليزم مش محتاجين الدي دايمر ده خالص في اي حاجه. يبقى الدي دايمر بستخدمه مع العيانين القليلين والمتوسطين، وبستخدم ايج ادجستد كات اوف فاليو. طيب في كلمه ان هو اللي بيحب يقرا الجايدلاينز الاساسيه بيتكلم ان هو ممكن تستخدم بعض الالترناتيف او تضربها في 10، ده كلها شرح بس الاهم فيهم ان هو استخدم لو سمحت الهايزنس الاساسيه. طيب السي تي بالمونري انجيوجرافي هو عايز يقول كلمتين فيه، ان هو لو قال مفيش يعني ريجكت الدايجنوزس يبقى كلامه مظبوط، ولو قال فيه يبقى برضه كلامه مظبوط. لو قال ان ده العيان ده فيه كده يبقى خد بكلامه. زيه بالظبط الفنتيليشن بيرفيوجن اسكان، لو هو رفض وقال لك ما فيش بالمونري امبوليزم صدقه، لو قال لك فيه صدقه. ولو هو طلع نون دايجنوستيك وده بيحصل كتير من 5% لـ30% من الحالات ولسه هنقولها حالا، يبقى لو سمحت اكد عليه باستخدام البروكسيمال كومبريشن الترا سنوجرافي، وشرحناها يعني اعمل سنور على رجليه. طيب الكومبريشن الترا سنوجرافي جهاز دقيق، يعني لو طلع ان في جلطه في الرجلين صدقوا. لو لقيت ان الجلطه دي موجوده تحت ديستال، يعني كل ما تنزل لتحت ممكن تحتاج تحليل كمان زياده ياكده، ما تعتمدش عليه لوحده. اشمعنى؟ لان ممكن يكون في اسباب تانية مصاحبه دي، لان احنا نخاف من الام اي انك تشخصها غلط، نخاف من اورتيك ديسكشن تشخصه غلط، تلاقي بالمونري امبوليزم او دي صغيره تحت ومعاها ديسكشن مثلا وما تاخدش بالك فالعيان يموت. فعشان كده اقول لك لا اعمل تحليل زياده. طيب
الام ار اي، وقلنا الام ار اي ملوش اي لازمه. اشمعنى؟ لانه مكلف، هياخد منك وقت طويل، في تحاليل تانية اسهل بكتير وتديك نفس النتيجه. طيب باللي انا قلته ده تعرف تشخص بالمونري امبوليزم وتعرف تعالج العيان وتختار التحاليل؟ الحقيقه لا. انا مجرد شرحت لك ايه هي الاشعه والتحاليل المتاحه، وما قلتلكش لحد دلوقتي ان من ضمن التحاليل المفترض تعمل تروبونين، وانك لو عندك في مكان متقدم مفترض تعمل ناتري يورتريك بيبتايد تقيسها. طب ليه ما قلتلكش ده؟ علشان عايز اقولك ان العيان لما بيخش عندك بتعمل عنده حاجتين اول ما بيدخل. رقم واحد، شكيت في بابونر امبوليزم، تعمل بريتست بروبابيلتي قبل اي حاجه خالص. طب البريتست بروبابيلتي بتاعي طلع عالي. الحاجه الثانيه واهم منها انك بتعمل تشوف الهيمو داينامكس بتاعت البيشنت، والهيمو داينامكس ممكن توريك ان العيان ده ستيبل او انستيبل. كلام جميل. طب يعني ايه عيان انستيبل؟ لازم افهم يعني ايه عيان انستيبل. ما ينفعش التعريف كلمه انستيبل يختلف بيني وبينك، لازم عندنا تعريف موحد. فاخترت جايد لاينز ان يكون في ثلاث حالات اسمها انستيبل. اول حاجه العيان جاي لك في حاله الريست وبتشتغل عليه سي بي ار، ده مفهومه. اتنين، العيان شوكد، وقلنا وكلمه شوكد حاجتين مع بعض، ضغط قليل يعني بلاد بريشر اقل من 90، ومعاه هايبو بورفيوجن للاورجان. وتشوفها ان كده العيان يقول لك ايه يا دكتور، من الصبح كده ابويا دايخ ومش حاسس بنفسه، ورجله سقعانه وما دخلش الحمام ولا مره. طيب بس كده؟ لا، ان ممكن يكون ضغطه قليل بس ما فيش علامات الشك. يعني ايه ضغطه قليل؟ يعني بلاد بريشر اقل من 90 او قل بمقدار اكتر من 40 لمدة 15 دقيقة، فعدم وجود سبب تاني زي الاريزميا او الهايبوفوليميا او السبسس. يبقى تاني، يا اما حصل ارست، يا اما العيان في شوك، يا اما بريزيستنت هايبوتنشن وعرفناها ان هي اقل من 90 او ازياء او نقص اقل من 40 لمدة 15 دقيقة فعدم وجود سبب اخر. حلوة. احنا كده خلصنا؟ لا، افرض العيان ما عندوش الحاجات دي، وخصوصا ما عندوش لا ارست ولا في شوك، بس الضغط كده عمال يلعب ما بين 90 ل 100، ايه رايك؟ انا اقول عليه شوك وانت تقول لي لا مش شوك، ده مختلف عن التعريف. والله طب الضغط 95، ايه رايك؟ اقول عليه ايه؟ ده انستابيلتي ولا عيان كويس؟ بسبب الحيره دي وان في عيانين اصلا ضغطهم قليل، يعني هو العيان يقول لك انا طول عمري يا دكتور ضغطي 100 على 60 عمره ما زاد، على طول كلنا بنقابل الموقف ده. طب نعمل ايه؟ قال لك ولا يهمك، احنا عملنا للعيانين مقياس خطوره، لازم اشوف المقياس ده ايه. العيان جالي الاستقبال وشخصته بالمونر امبوليزم وطلع انترميديت او هاي ريسك بروبابيلتي. خلي بالك انا لسه ما قلتكش هنحلل ازاي لحد دلوقتي. والعيان ده كمان في حاله عايز اقيس معدل الخطوره، يا اما انستابيلتي بس عن ستيبل ضغطه 95 100 على 60، احد منين هو خطر او لا. هنا هيتعمل اكتر من سكور لتحديد خطوره الحاله. اول تحليل فيهم او اول خطوره هو البيزي سكور او بالمونري امبوليزم سيفيريتي اندكس،
وفي حاجة اسمها الهيستيا كرايتيريا، وهنشرح فايدة الهيستيا لان الهيستيا ما بتتعملش على طول. وعندي حاجة اسمها الموفا سكور والفاست سكور، دي كلها تحاليل والاتش فاب وكل الكلام ده، بس ملوش لازم ما يهمناش. احنا اللي يهمنا منهم هو البيزي سكور، زي اي جروب في تحاليل كتيرة او في انواع من الاختبارات كتير. البيزي سكور لقوا ان اكتر حاجة سهل تنفيذها ونتائجها عالية. العيان ده جالك وشخصت بالمونر امبوليزم وبقيس له معامل الخطورة، فلقيت ازاي اقيسه؟ بشوف الايج والميل سكس، وهنا نفتكر ان الرجالة اسوأ في الحالة دي من الستات، دي من الحالات القليلة الرجالة اسوأ، والكانسر والهل والهارت فيلير والبلمونري ديزيز، ودي حاجة مفهومة، والبالس ريت اكتر من 110. حد يقول لي بالس ريت ليه اكتر من 110؟ علشان دي علامة من علامات الاكيوت هارت فيلير، لان بيحصل كومبنساتوري تاكي كارديا. طيب والاخيرة ودي الاهم اللي انا مختلف معاك واقول لك ضغطه 100 على 60 او 95 على 60، ان السيستوليك بلاد بريشر اقل من 100. وزي ما تعودنا ان في اورجن، ان في نسخه منه بتتعملها على الكمبيوتر والنت ودي تديك نتائج ادق، وفي نسخه موجوده منه في ورقه معاك في ايدك وانت هنا في الاستقبال سميناها سمبليفايد فيرجن. طيب على حسب معامل النقط دي وعشان تحسبها صح لازم الكمبيوتر. لو لقيت ان اقل من 65 بوينت ده بنسميه لو، لو من 85 ل 100 من 85 ل 65 ده اعلى سنه، الانترميديت بتاعنا هو من 85 ل 105، والهاي ريسك اعلى من 105. وعموما انا هريحك، افتكر ان الرقم بتاعك بيدور ما بين 85 ل 105، اقل من كده لو ريسك، اعلى من كده هاي ريسك. طيب يعني العيان دخل الاستقبال ولقيته دلوقتي بالمنظر ده، ممكن اعمل تحليل تاني اسحبه مع بقيه التحاليل؟ اه ممكن. العيان ده انت قلت لي عمل سي تي او عمل ايكو او سحب انزيمات القلب. في السي تي لو بينك ان في ار في ديسفانكشن سواء سي تي او ايكو، يعني ويبان في السي تي ان الار في كبر في الحجم قوي، ده علامه انه عالي الخطوره. لو جيت تسحب تروبونين ولقيته بوستد معاهم، دي علامه على انه عالي الخطوره برضه، بس بتلاقي تروبونين عالي قوي قريب من الام ار اي، او ان البيزي سكور بتاعك قلنا كام في الهاي ريسك؟ اكتر من 105. طب المتوسط في البيزي سكور من 85 ل 105. طب اللو ريسك تلاقي ان كل حاجه كويسه، مفيش هيمو دايناميك. لو عملت سي تي الار بي كويس، لو عملت ايكو الار بي كويس، البيزي سكور اقل من 85، والتروبونين في العاده نيجاتيف. طيب ما تنساش انك لما بتحسب الريسك بتحسب حاجه اسمها البليدنج ريسك سكور معاهم لو سمحت، ما تنساش المعلومه دي. طيب كده ينفع اختار التحاليل؟ لا لسه حضرتك، دلوقتي احنا قلنا ان العيان بتاعنا ممكن يكون هاي ريسك او لو ريسك، مش كده؟ هنا عايز افكرك ان عندنا حاجه اسمها الهيستيا كرايتيريا. طب ايه فايده الهيستيا كرايتيريا هنا؟ الهيستيا كرايتيريا دي مجموعه من الاسئله، لما تلاقي العيان لو ريسك بتسالها له عشان تتاكد ان هو فعلا كده، كلها عباره عن تساله عن ضغطك، اخباره ايه،
جالك كانسر قبل كده، اشتكيك من حاجة تانية غير دي، حصل لك سيرجن اخر شهر، لما بتسأل المجموعة الاسئلة دي بتتأكد ان العيان فعلا لو ريسك، بتضيف لك للفيزيا ريسك سكور اضافة لي، فتطمن ان العيان ده لو ريسك وتقدر تخرجه والعلاج يختلف. طيب انت لسه ما شرحتليش اختار تحليل ازاي، صح؟ انا لسه لحد دلوقتي ما قلتش اختار التحليل ازاي. التحاليل كتيرة وغالية ومستحيل وانت في قلب الاستقبال تقدر تستخدم كل الكم ده من التحاليل. هنا استخدم شوف ضغط العيان، هل هو هيموديناميك انستابيلتي؟ اه العيان ضغطه عمال يلعب كده ومش عاجبني في الاستقبال ومدروخ ومش حلو، شكله شقد كده. نعمل ايه اول خطوه؟ لو سمحت ما تضيعش وقت، هات الايكو اللي موجود عندك في الاستقبال وبص بيه وشوف الار في فانكشن، هل الار في فانكشن كويسه ولا وحشه؟ الار في فانكشن كويسه ما فيهاش اي مشاكل، انت استبعدت ان في بالمونر امبوليزم كبير، لان مستحيل البالمونر امبوليزم الصغير يعمل مشاكل ضخمه. وفي الحاله دي دور على الاسباب التانيه، ممكن ابورت الديسكشن، ممكن ام اي، ممكن اي سبب تاني، دايدريشن، بليدنج لوس. طيب لقيت الار بي فيه مشكله، بص يا سيدي السي تي تحت ايدك وخلال 10 دقايق هيتعمل ويرجع مكانه وسرير ونبدا العلاج ولا لا؟ سي تي جاهز، جري على السي تي، لو نيجاتيف يبقى انت عرفتني بسبب اسباب اخرى. طب لو بوزيتيف يبقى طبيعيها على الجزء هاي ريسك. طب افرض السي تي ده مش موجود اصلا، لو لقيته مش موجود عالجه على انه هاي ريسك بالمونر امبوليزم، يبقى تاني العيان اللي مش ثابت او هاي ريسك هنعمل له ايه؟ هنعمل تراس وراسك ايكو، ممكن نعمل تي اي، اه ممكن نعمل تي اي، بس هياخد وقت وتحضيرات وانت عايز بسرعه جدا تتصرف، فانت هتعمل ايكو على صدره وبص على الار بي، الار بي كويس ولا وحش؟ الار بي كويس يبقى في اسباب تانيه، ار بي وحش يبقى دور على السي تي. تقدر تعمل سي تي بسرعه؟ اقدر، يبقى روح اعمله. ما تقدرش يبقى عالج العيان على طول على انه هاي ريسك. طيب دلوقتي العيان ده كويس، مفيش هيموديناميك انستابيلتي، العيان ده ثابت كده وحالته حلوه ومفيش عنده مشاكل والبيزي ريسك سكور بتاعه مودريت او لو، اعمل ايه معاه؟ بص يا سيدي انت دلوقتي هل الايكو ليه فايده؟ الايكو الحقيقه فايدته تقل، لان الايكو بيحدد ار في، وده بالمونر امبوليزم صغير او متوسط لسه ما اثرش على الار في. في الحاله دي، في الحاله دي انت عندك تحليل بسيط اسمه الدي دايمر اللي عنا نحكي عنه ونغني، اعمل الدي دايمر تيست. اشمعنى؟ انا مش كل عيان بيشتكي في الاستقبال هروح اعمله ستي، ده مستحيل، ده نحرق الجهاز، التيوبه ما تكفينيش لكل ده وغير كميه الصبر. هعمل سي تي دايمر، بوزيتيف يبقى اعمل له سي تي، لو العيان ده نيجاتيف يبقى خلاص سبب تاني ودور عليه. طب افرض، افرض ان العيان ده انترميديت هاي كلينيكال بروبابيلتي او هاي كلينيكال بروبابيلتي، اجباري تعمل سي تي، ومن السي تي يقول لك ده فيه هل بالمونر امبوليزم ولا لا، يبقى التاني بالراحه العيان الانتر اللو والانترميديت تعمل دي دايمر الاول علشان تقلل كميه استيهات. العيان اللي فيه هاي دخله على السي تي على طول، مش محتاج تعمل له دي دايمر اصلا. طيب في سؤال كده مشهور بالمره قبل ما اطلع في الايكو، يقول لك ايه هو، ايه الفرق بين الايكو، والسؤال ده بيجي في الامتحانات يا جماعه، هو ايه الفرق بين الايكو بتاع عيان عنده بالمونري امبوليزم وعيان عنده
بالمونري هايبرتنشن. هو في فرق بين الاثنين؟ انا هقول لك الفرق. الفرق حاجتين، ان الار في في البالمونري هايبرتنشن لانه الفتره طويله الوول سيكنس بيزيد بيبقى كبير. الحاجه الثانيه ان التراي كاسبيد ريجيرج بتاع العيان فوق ال 3.8 في السرعه بتاعته، وده حاجه مش موجوده في الايكو في البامونر امبوليزم. يبقى تاني ار بي وول سيكنس والتراي كاسبيد ريجيرج فيلوستي، ومترتب على الفيلوستي ده بريشر اللي هو يكون اعلى من 60. لو لقيت بريشر اعلى من 60 في العاده العيان ده عنده بامونر هايبرتنشن موجود. طيب عرفنا ازاي نستخدم الاستراتيجي لاستخدام النص التست؟ حلو قوي. ده مثال الهيستيا كرايتيريا، الهيستيا كرايتيريا اللي اتكلمناهم تعملها مع اللوب ريسك بروبابيلتي. هو الهيستيا دي لما اعملها واقعد اتعب نفسي وانحر قلبي مع العيان واعملها ليه؟ اصل ده العيان اللي هقول له روح البيت يا حاج انت كويس، روح البيت روح بيتك وخد العلاج ده. طب ايه هي الاسئله دي عشان ما ننساهاش؟ اول حاجه ان الهيموديناميك ستيبل، مش محتاج اي تدخل مني، مفيش اي نزيف في العيان، الساتوريشن بتاع الاكسجين فوق 90%، ان عنده يقدر يوصل الادويه بسهوله وتقدر تتصرف له على طول، مفيش اي بين، مفيش اي كريات، والكلية كويسة، الكبد كويس، العيانة مش حامل وما عندوش اي هيستوري للهيد. يبقى همهم البليدنج والكلية والكبد وساتوريشن، ومفيش بليدنج ومفيش بين في قلب العيانة، وطبعا هيمو دايناميك ستيبل. طيب نيجي بقى للعلاج بتاعنا. ايه هي العلاج وازاي، ايه الاستراتيجي اللي استخدمه؟ يبقى تاني هنشرح كل انواع العلاج وبعد كده نتكلم عن الاستراتيجي للاستخدام. باختصار خالص، انا بتكلم عن جلطه صح مأثره على الار في وبتعمل شوك، يبقى انت كل اللي بنتكلم عليه ازاي تعالج الشوك، وده زي اي حاجه في الدنيا. والحاجه الثانيه الجلطه دي يدوبها يشيلها، يا اما ادي شويه من عندك وين جلطه جديده واقلل حجمها، يعني ادي انتي كوابولان يا ثرومبوليتيك يخش مقصره اشيلها كاس دايركت سيرابي، يا اما لو ما عرفتش افتح بجلطه وشيل الجلطه الكبيره دي، سهله خالص. ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل. ايه هي التفاصيل لكل حاجه فيهم؟ انا ما اعرفش والله، انت مش عارف، انا قلت بس تعمل دي بسرعه قوي كده نجري على الكلام. بالنسبه للار في ديسفانكشن، اول حاجه بالنسبه للاكسجينيشن او الفنتليشن، ده زي اي شك في الدنيا. ليه بيحصل في العيان بتاعنا؟ يحصل اكسجين بيقل، ما انا اصلا ما ال ال بي شغال. قال لك ان الار في لما بيتاثر بيأثر على ال بي فبيبوظ الدنيا كلها. الحاجه الثانيه ودي الاهم، خصوصا ان هو بيضغط عليه لما بيبدا في الحجم. الحاجه الثانيه ان لو لقيت ريفراكتوري بالرغم من انك بتديله اكسجين، شك ان البي اف او وسعت ما بين الجنبين وبقت البي اف او واسعه، علشان كده انت مش قادر تعالج العيان. طيب انت ادي العيان اكسجين لو لقيت الساتوريشن اقل من 90%. طب ادي الاكسجين ازاي؟ ادوله الاول بماسك، ما مشاش معاك اديله بهاي فلو نيزل كانيولا، دي الاحسن. طيب والله العيان ما عنديش هاي فلو نيزل كانيولا او ما بيتحسنش عليها قوي، هتيبه. لما تيجي تتايب العيان خد بالك من بعض النقط البسيطه. التايدال فوليوم بتاعك 6 مللي بير كي جي. البيب او او البوست انت سواسيت بريشر اللي هو بيحافظ على بيمنع اللنج كولابس، ما تعلهوش قوي في بابار امبوليزم، خليه قليل. يعني خليه ما يزيدش عن 5. انجي جابت لي والخمسه بتعمل رقم او بتزود الضغط داخل الشرايين اقل من 30 سنتيمتر ووتر.
اخر حاجه وانت بتتايب العيان لو سمحت ما تستخدمش دراجز بتعمل هايبوتنشن في الانستيزيا. حاول تستخدم حاجات خفيفه زي بنزودايزبين مثلا ما يقصاش على الضغط معاك. طيب الار في فيلير هتدي فوليو والفوليو ما يزيدش عن 500 من 200 ل 500 ونسميه فلويد تشالنج. طيب ايه عيب الفوليو؟ انه لو زاد قوي هيعمل عندك هيضغط الار في يكبر في الحجم فيضغط على ال دي. طيب بتعمل له فولو اب ازاي؟ بعمل له فولو اب بسيط بالسي بي بي اللي عندك او الايكو. فاكر جهاز الايكو اللي كان في ايدك؟ بص على الاي بي سي لحد ما الاي بي سي يوسع شويه عن الاول، معناها ان كميه الفلويد زادت. حاجه ثانيه هتدي بازو بريسور واحسنهم النور ادرينالين، ده افضل بازو بريسور بالنسبه لنا. واخر حاجه في دراسات بتتكلم عن استخدام البازو داليتور، يعني بدي انهاليشن للنيتريك اوكسايد. بس عايزك تفتكر حاجه مهمه، ان كل ده مش هيحسن حاجه قبل ما تشيل الجلطه. وطبعا عندي ميكانيكال سيركولاتوري سبورت ديفايس، واهمهم في الحاله دي هي الاكمو. اهم حاجه على الاطلاق انك تستخدم اكمو في علاج العيان. طيب الكاردك ارست عادي، نيجي بقى زي شيطان يكمل في التفاصيل. اول حاجه الجلطه دي عايزه ما تكبرش، يبقى حد انتيكو اجولانت بسيطه خالص. باي الانتيكو اجولانت بتاعتك ايه؟ واحده واحده كده عليا. اول حاجه انا عندي الانتيكو اجولانت يا وريدي يا عن طريق الفم. طيب انت في رايك كده ايه الاحسن، ادي وريد ولا ادي عن طريق الفم؟ بالعقل كده ادي وريد طبعا. طيب ايه الانواع اللي عندك؟ شوف يا سيدي، انفراكشنيت هيبرين، اللو مولكلر ويت هيبرين، وافتكر ان انواعهم كتير زي نوكسا بارين والدلتا بارين والتنزا بارين، كل دي انواع من اللو مولكلر ويت هيبرين، او الفوندا بارينوكس. احسنهم اللو مولكلر ويت هيبرين، وكلنا عارفين ليه. الجرعه ثابته ما بتحتاجش متابعه كتير، الفاكتور 10 بس بتحتاجها وانت تابعها. العيان الاوبيز في العيان البريجننت دول الوحيدين اللي بتابع فيهم، غير كده مش محتاجه تابعها تاني. والاهم الاوستوبروزس والهيد اللي بيحصل مع الهيبرين. ما لقيتش عندك في الاستقبال خلاص ادي هيبرين، ويفضل كونتينوس انفيوجن. وعندنا هنا ارقام للهيبرين ازاي تظبط الهيبرين، جدول الجرعات بالنسبه له. طيب انت قررت اديت اي بي، طب افرض عايز ادي اورال. هنا الاورال حاجتين، الاورال النواكس او بقى اسمها دلوقتي الدواكس دايركت اورال انتي كوجولانت او فيتامين كي. طيب خلينا نمسك فيتامين كي. فيتامين كي كان زمان ده بريفيوس كولد ستاندرد بتاعنا، كان اهم حاجه على الاطلاق. والتارجت اي ان ار كان فيه 2 ل 3 اقل من الصمامات، الصمامات عايزه اعلى. وكانت الجرعه اللي تديها او انيشيشن لو الراجل ده صغير في السن تبدا ب 10 مللي جرام في اول 5 ايام مع اجراء تحليل السوله كل يوم، وعلى اليوم الخامس بتبقى وصلت للتارجت. والناس كبيره السن او رفيعه كنا بنبدا بال 5 مللي جرام. طيب لتحسين الاي ان ار ومشاكله الكتير، انه كان بيلعب يعني لابايل يعني مش ثابت، فكنا بنعمله دايما نصحه تعمل فولو اب في كلينيك، عياده مخصوصه لماريبان بس، عياده السيوله موجود منها في المعهد وموجود في كذا مكان تاني، عياده فقط اسمها عياده السيوله للتظبيط. وبالمناسبه للماريبان ليه نوموجرام لتظبيط جرعته في العيانين، يعني لقيت كذا تدي جرعه كذا. طيب هل الفيتامين كي انتاجونست ابداه امتى؟ بتبداه مع الاي في او بارنترال انتي كواجوليشن من اول يوم، علشان على اليوم الخامس توصل للتارجت بتاعك. طيب النواكس، النواكس معروفين الدايوكسروبين انهيبيتور
او انتي فاكتور 10 الريبا والدوكسا والابكسا. طيب عيبهم كلهم العيانين اللي عندهم رينال ديسفانكشن لحد 25 وفي الكلام جديد لحد 15 او 20، بس احنا الامن فيهم في رينال ديسفانكشن هي الابكسابان. المفترض ناخد من الشركة ناخد منها فلوس مقابل المعلومات دي. طيب النواكس، انا عايز اقول النواكس نبدأ امتى؟ النواكس لما حضرتك تيجي تبدأها تقدر تبدأها من اول يوم، ويفضل انك تبدأها بعد 48 ساعة على الاقل، لانك لما هتبدأها هتوقف الاي بي مارينتر انتي كواجولانت، ومعظم الدراسات اللي اتعملت كان بتبدأ معاها احيانا من 5 إلى 7 أيام. في البداية كانوا حاطين جرعات، جرعة النواكس في البالمونري امبوليزم كانت مضاعفة، يعني انت مثلا في البالمونري امبوليزم كان بيدي 3 أسابيع في الريبة 15 مرتين في اليوم يعني 30، والأبيكسا كان بيوصل معاه 5 و5 وأحيانا كان بيدي 10 و10، الدوكسا كان 60 على طول. الكلام ده اتشال من جايدلاينز الجديدة ومعلقش عليه، وإن كان الإهرة والجايدلاينز القديمة محتفظة بنفس بنفس التركيزات. هنا شالها لأنه خاف من بليدنج، لأن الريسك بتاع بليدنج عالي فيهم، وخصوصا الجي آي تي بليدنج. طيب نيجي انك تدوب الجلطة. اقدر ادوب الجلطة ازاي؟ سرومبوليتك، احنا عارفين كل حاجة عن السرومبوليتك، الكونترا انديكيشن وانواعه. لا 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 استنى شوية، انواع السرومبوليتك الموجودين هنا 3 بس. السرومبوليتك الموجود التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، وبقيت الانواع الجديده لسه عليها دراسات غير كافيه انها نستخدمها. 2 الستريبتوكاينيز، 3 اليوروكاينيز. وهنا يظهر كذا سؤال، لحد امتى اقدر اديه؟ احنا في الام اي 12 ساعه، هنا قد ايه؟ الحقيقه هنا او احسن فعاليه 48 ساعه بحالهم تحت ايدك. طب افرض مش عاجبني، لحد 14 يوم اسبوعين كاملين من البالمونري امبوليزم ممكن تدي الاستريبت عادي، ادي ثرومبوليتك وانت مش خايف. طيب اهم ترايل كانت معموله عنها كان حاجه اسمها البايسو ترايل، وكان عليها داتا كتير، مش مشكله هي كانت بتتكلم كلها عن الفعاليه. لاحظ انا لسه ما اتكلمتش عن الاستراتيجي، انا لسه ما قلتش بستخدم الحاجات دي كلها ازاي. طيب الجرعه الريجيمن، للاسف الريجيمن يا جماعه لازم بيتحفظ. واحد يقول لي ما بحبش الحبس، اقول لك ان انت دلوقتي تخيل نفسك في الاستقبال والممرضه بتكلمك بتقول لك لا سمحت يا دكتور ادي جرعه قد ايه؟ فتقول لها معلش يا سما ما بحبش الحفظ، او استنيني لما اروح افتح كتاب واقعد ساعه افتح فيه واطلع المعلومه وهرد عليكي. تخيل المنظر ده، هل ده منظر مقبول؟ فمعلش هنيجي على نفسنا ونحفظ الجرعات. الجرعه ليها حاجتين، جرعه عاديه بتتاخد على مدار 12 24 ساعه او ساعتين وتقدر، وجرعه اكسلريتد ولازم الاثنين يتحفظوا. التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور الجرعه بتاعتنا المعتاده 100 ملي جرام على مدار ساعتين، عشان كده هو احسن حاجه. والجرعه السريعه 6/10 ملي جرام بير كي جي في 15 دقيقه بحد اقصى 50 ملي جرام عشان تتجنب البليدنج. وعايز افكرك بحاجه، ان الجرعه الاكسلريتد دي هي جرعه الكاردياك ارست وانت شغال على البيشنت، عشان كده العينيه بالمونربوليزم لما بتبقى ارستد وتديله ثرومبوليتك بتطول سي بي ار لاب تو 60 او 90 دقيقه.
ساعة ونص كاملة بتعمل سي بي ار. طب الجرعة الاستريبت الجرعة العادية مليون وربع، ربع مليون بيتاخد على مدار دقيقة، وبعدها المئة ألف لمدة 12-24 ساعة، والأكسلريتد الجرعة كاملة على مدار ساعتين. وإحنا في كل استقبالات بننتج الجرعة الكاملة دي المليون ونص على مدار ساعتين. آخر حاجة اليورو كاينيز، وأنا مش هنسى أبدا إن كان واحد زميلي بيمتحن شفوي والدكتور قفلت معاه يقول له جرعة اليورو كاينيز. الجرعة اليورو كاينيز باختصار 4-4، بتوع الشيست طول عمرهم يقعدوا يقولوا 4-4، قول لنا 4-4، 4400 انترناشونال يونت لودنج و 4400 انترناشونال يونت على مدار 24 ساعة. والاكسلريتد افتكر ان هي الدبل الاستريبت، يعني بدل مليون ونص يبقوا 3 زي الشوكة بالظبط. يبقى تاني اليورو كاينيز اكسلريتد ريجيمين 3 مليون على مدار ساعتين. طيب ايه الاوبشن الثانيه غير اليورو غير المواد المذيبه؟ ممكن قسطره. والقسطره المشكله بتاعتها انها مكلفه وبتاخد وقت، ولسه ما فيش اكسبرتيز كفايه، ولحد دلوقتي ما بتقدرش تدوب كويس الجلطه لانها جلطه ضخمه قوي. طيب القسطره، اجهزه القسطره الموجوده ايه؟ اشهر جهاز دلوقتي موجود في اي مكان هو البنمبرا، هتسمع عنه في المؤتمرات دلوقتي. بص يا سيدي، يا اما تدخل بالونه تكسر بيها الجلطه، او تدخل قسطره شافت، او تدخل او تعمل لها تكسير عن طريق الميه يسموه انجوجيت، او تكسرها بالموجات التراساوند اسيستد، او تحط ثرومبوليتك عن طريق القسطره وتدوبها. كل واحده من دول ليها ميزه وليها عيوب. عامه البنمبرا بتخضع دلوقتي هي عن طريق زي الانجوجيت دلوقتي، بس هي قسطره شفط، وده جهاز الشفط بتاعها، ودي احسنهم حال على الاطلاق حاليا. من ضمن مشاكل القسطره ان انت وانت داخل بالويرات بتجرح البلمونري فيه كلها، فممكن تعمل بليدنج، ممكن تعمل ديسكشن جواها، فدي واحده من المشاكل، وبتدخل في بلمونري قديمة. طيب ما الجراحه تبقى حلوه؟ مبدئيا الجراحه والقسطره من خلال الناس انستيبل. الجراحة التكنيك بتاعها بيبقى انت بتحطه على مكنة عالي، ومش محتاج تربط الاورطة ولا تحتاج تدي كاردوبليجيا. لما بتيجي تفتح الاورطة بتفتح البلمونري وبتشيل، ما تقدرش تفتح كل بلمونري تري، ودي واحدة من مشاكل الجراحة. انت بتفتح بس لو هي صد الشيب بلمونري امبوليس ضخم قوي، بتفتح وتشيل الطبقة الاولانية وبتشيل الميديا، بتقشر الميديا. مشكله الجراحه الوفيات، وبيحصل معها لما بتعملها لقوا ان كتير من العيانين بيخشوا بالونه القديمه، فقال ان الجراحه لازم يبقى معاها دايما اكمو. الاكمو كبديل للرئه في الفتره دي لحد ما يعدي. انت متخيل عشان تعمل جراحه في مصر وتحطه على اكمو هتتكلف كام وانت بتعمل كل الكلام ده؟ طيب افرض ما عنديش الكلام ده، والعيان ما يقدرش ياخد انتي كواجولانت، واللي ما يقدرش ياخد انتي كواجولانت اكيد ما يقدرش ياخد ثرومبوليتك. عندك حل تاني؟ عندي حل. اخترعنا جهاز هو الاي بي سي فلتر. ايه فكره الفلتر؟ فكره الفلتر بسيطه خالص، هي جلطات الرئه اللي بتروح للرئه. الجلطه دي جايه منين في الاصل؟ جايه من القلب ولا جايه من الرجلين؟ في العاده جايه من الرجلين. طب ايه رايك ان اي جلطه من الرجلين طالعه على القلب احط حاجه تمسكها وتثبتها في مكانها؟ فاخترعوا المنظر ده وسموه فلتر. الفلتر ده اي جلطه من الرجلين تشبط فيه وتوقفه. والفلتر ده منه نوعين، فلتر دايم يفضل موجود في الجسم على طول، وفلتر غير دايم. والغير دايم بيسموه ريتريفابل،
يعني ممكن ارجعه تاني بيتخش بوسيلة ما او بانواع معينة من الاساطر تزبطه وتعمله سنيب وتشده من مكانه ويطلع. طيب الانديكيشن بتاعت الفلتر دي لان دي اهم حاجة على الاطلاق وبسأل فيها على طول انت ابسوليوت كونتر انديكيشن للانتي كواجولانت او انت مركب بتدي له انتي كواجولانت وبالرغم من كده دي بتتكرر عليه ففي الحالة دي ركبه لان الانتي كواجولانت ما بقتش كفاية لوحدها. انما اي عيان دخلك العيادة ولا دخلك الاستقبال اقول له لا روح ركب فلتر لا طبعا لان فلتر مشاكله كتير قوي وغالي جدا ومكلف على الفاضي والعيان مش هيستفيد كده فالروتين نوت ريكومندد. اخر حاجة انت لازم تعمل تيم في المستشفى الكبيرة بتاعتك لو انت في سنتر ضغط لازم عندك تيم كامل لبالمونر امبوليزم تيم فيه دكتور جراحة تيم فيه دكتور قلب تخدير دكتور قسم علشان يقرروا كل عيان يتعامل معاه ازاي. انت كده شرحت لي اعمل ايه مع العيان؟ لا حضرتك انا لسه ما قلتلكش حاجة انا قلت لك ايه اللي موجود عندنا بس ما قلتلكش استخدمه ازاي. دلوقتي العيان دخل لك في الاستقبال وشخصته انه غلطة وعملت له البيزي ريسك سكور شخصت وحددت الريسك اسيسمنت وحددت الهيموداينامك اعالجه بقى ازاي استخدم كل الكلام ده ازاي. بص يا سيدي اول حاجة في الاكيوت فيز ادي انتيكواجولانت سهلة دخل العيان ادي انتيكواجولانت ادي العيان لو مولكولار ويت هيبارين 1 ملي انترناشونال يونت بير كي جي او مرتين في اليوم من لو مولكولار ويت هيبارين او 1.5 بير كي جي وانس ديلي. حلو قوي. وشوف الهيمودينامكس قول للممرضه ادي على طول اللوم نكتر ويت هيبرد وبعد كده شوف الهيمودينامكس بتاعتي مستقره ولا مش مستقره. لا والله مش مستقره لا يبقى عيان هاي ريسك يبقى العيان ده لازم فورا تديله مذيب. ايه مذيب؟ ما ينفعش اديله قسطره اديله جراحه ولو مش مستقر حطه على سبورتات ولو عندك حطه على ميكانيكال سيركولاتوري ديفايس زي الامبيلا سيستم. طب العيان ده مستقر اكتفي بكده؟ لا حضرتك فاكر البيزي سكور وفاكر الهيستيا كرايتيريا؟ اه فاكرهم. حلو قوي اعملهم. عملتهم كويس هات الايكو وبص على الار في هات السي تي لو كان عندك وبص على الار في. العيان ده انترميديت ريسك ولا لو ريسك؟ لو ريسك كرج العيان قول العيان روح البيت وخد الدواء ده في البيت ومشي على نواكس. طب العيان ده هاي ريسك في الحاله دي عشان تاكد لنفسك اعمل تروبونين ممكن تعمله ممكن ما تعملوش على فكره بس اكد اكتر بتروبونين. لقيته بوزيتيف العيان ده بنسميه انتر ميديت هاي ريسك. طب الانتر ميديت هاي ريسك احنا كلنا محتارين فيه يدي مذيب يا ما اديش. طب ما بنفكر ليه مشكله المذيب الاساسيه في النزيف الانتر كيرا هيموريدج وان ممكن العيان يسحسح وخصوصا ان هو اولد ايج فيفتح نافور الدم فيموت منها فده مشكلة كبيرة. عشان كده دايما نفضل نمشي على انتي كواجولانت وخصوصا الاي في. العيان اللي هو ريسك احنا عارفين احنا كلنا بنطلعه. طيب العيان ده فات اول مرحله هعمل ايه بعد الاكوت فيز بعد اسبوع
خلاص كده كفايه على العيان ويروح بيتهم ولا نعمل ايه معاه؟ بص يا سيدي، انت حجزت العيان بتاعك ده وقررت انه قاعد معاك وسالك هعمل ايه يا دكتور بعد كده. بص يا سيدي الفضل، اول حاجه تعملها تشوف الريسك للريكرنس للمرض، هل المرض ده ممكن يرجع معاه؟ حلو قوي. اتنين، لو المرض ده الريسك عالي، كل ما يعلى الريسك كل ما يجبرك انك تدي لفتره طويله انتيكو اجلنت على طول. لقيت الريسك قليل يبقى حضرتك خلاص. طيب ايه الحاجات اللي تخلي الريسك عالي قوي والعيان ده انديفينيت هديهوله على طول؟ خلي بالك انا بتكلم عن الريسك بتاع الريترنس مش ريسك خطوره، انا بتكلم ايه الامراض اللي تخلي العيان يرجع له تاني. فاكر اول كلمه اتكلمنا عنها؟ اول حاجه وهموم الكانسر، عينين الكانسر. اتنين، الانتي فوسفوليبيد سندروم. ثلاثة، اللي حصل له اكتر من جلطه قبل كده، جلطه واكتر من قبل كده، ده عيان معرض قوي انه هيحصل له تاني. يبقى ده عيان انا محتاج اديله انتي كوجرانت لفتره طويله جدا غير محدده. طيب والعيانين ايه اللي لو ريسك؟ العيانين لو ريسك اللي هو عيان عنده حاجه وخف منها وروح، يعني مثلا كان عامل جراحه وخلاص فاق وروح بالسلامه. العيان ده كان عنده فراكشر وخف منه وبقى بيمشي. العيان ده كان في المستشفى لمرض شديد وخف الحمد لله وبقى راجل طبيعي وبيمشي عادي. طب مين هما الانترميديت ريسك؟ وليه قلنا انترميديت ريسك؟ الانترميديت ريسك الاوتو اميون والعيانين اللي على اورا كونترا سبتيف بيل، ولو سمحت خلي بالك منها قوي لان بيجي لنا كتير عيانين عندهم المشكله دي. ست بتحمل بتاخد حبوب منع الحمل وقاعده بالمنظر ده، فدايما تتاثر بالموضوع ده واحنا بننسى الكلمه دي قوي، وخصوصا ان هي لو جالها مره او جالها فاريكوز بين ما ينفعش. في الفاريكوز بين جالها في امبولس حتى لو سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس لازم ما تديش تاني اورا كونترا سبتيف بيل ودور على طريقه منع حمل تانية. طيب الحاجات الانترميديت زي ما قلنا اي هيتيروزايجس كونجنتال انوماني، والحاجات الاوتو اميون والانفلاماتوري باول ديزيز. حددت الريسك؟ حلو قوي. حدد بعديه البليدنج ريسك. يا فاكر الهاز بليد بتاع الاي اف؟ انا عايزه دلوقتي. فاكر الارك بليدنج ريسك سكور؟ انا عايزه دلوقتي. في غيرهم؟ في غيرهم كتير. اي ريسك سكور يعجبك استخدمه. طيب حددت البليدنج ولقيته مش عالي قوي وحددت الريسك بتاع الريكرنس، اعمل ايه بعد كده؟ مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، كل العيانين بتوعنا ياخدوا لمده 3 شهور انتي كواجولانت، مفيش فصال في الموضوع ده. طب سؤال، طب ما اديهم كلهم لمده سنتين ثلاثه، ما اعملش كده ليه؟ العلماء عملوا دراسات، لو ان الريسك بتاع البلمونري امبوليزم او تكراره بعد 3 شهور في العيانين، خصوصا لو العيان له ريسك للريكرنس، زيه زي لو اديته سنتين، ما فرقش في اي حاجه. كده كده نفس العدد تقريبا اللي بيجيله، غير انك معرض لنزيف من الانتي كواجولانت، فمش مستحب تديها فتره طويله بدون داعي. طيب مين العيانين اللي لازم اديهم اكتر من 3 شهور وبيكون اندفنت؟ احنا قلناها انتي فوسفو ليبيد سندروم او العيانين الريكرن قبل كده او عيان الكانسر. طب مين اللي ممكن اديه بس يعني مش لازم؟ والله العيان اللي جاله مره واحده قبل كده
مش كذا مرة وما لقيت لهاش سبب، فده عيان بتفكر ممكن او ممكن لا. طيب العيان اللي عنده ريسك فاكتور كونجينيتال وعليها كلام زي الهيتيرو زايجوس بس ما فيش انتي فوسفوليبيد تندروه. طيب النواكس، النواكس جرعتها تبقى عاملة ازاي؟ خلي بالك احنا كلنا خايفين ومرعوبين من فكرة البليدنج، فلا بعد مرور 6 شهور بندي جرعات مخففة قوي. الجرعة مخففة الريباروكسابان امه 30 وبقت 20 هتتحول من 15 في الهاي بليدنج ريسك تبقى 10، والابيكسابان من 5 مرتين ينزل ل 2.5 مرتين في اليوم بس. يبقى الجرعات بتاعتنا بعد مرور 6 شهور هي 10 للريبا و 2.5 للابيكسا. طيب افرض عيان رخم، يا دكتور مش عايز ريبا، يا دكتور تعبان منه، يا دكتور بنزل وراح رميهم في الزباله. الحاله دي لو رفض قدامك حاجتين، اديله اسبرين او اديله السولو ديكسايد. والسولو ديكسايد ده كانت تجربه انه يعملوا ماده شبه الهيبارين اورال، فبيسموها هيبارينويد ماتيريال. الماده دي ليها افكاسي مش عاليه قوي بس احسن من انك تسيب العيان من غير اي حاجه. وافتكر لو ما قدرتش ماشي على اسبرين، هينبسط جدا. طيب العيان ده قلت له الكلمتين دول اسيبه؟ لا، لازم ريجولار فيزيت تتابعه فيها وتقيس معدل البليدنج ريسك تاني والليفر فانكشن والرينال فانكشن، لان ممكن تكون بتتدهور والعيان يموت من الدواء بتاعك لو انت مش واخد بالك. طيب هنا ننتقل لحاجه مهمه قوي للسبيسيفيك سيتويشن، يعني انا عندي حالات معينه هتعامل مع كل حاله من دي ازاي. اول حاجه فيهم هي الكانسر. عيان الكانسر هو زي العيان الطبيعي؟ لا، ما احنا قلناها من الاول. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، عيان الكانسر احسن دواء ليه هو اللوم نكتر ويت هيبرين. اتنين، ان استخدام اللوم نكتر ويت هيبرين 6 شهور. طيب زمان كان يقولوا ان بعديه الفيتامين كي انتاجونست، لحد ما ظهرت اكتر من ترايل قالت لا والله ان واكس احسن. الترايل اللي اتعملت دي كانت الادم والفي تي اي ترايل والسيكتور ترايل. الثلاثه ترايل دول قاسوا فيهم ان واكس قصاد الفيتامين كي، وقالوا ان هو نون انفيريور، وفي ترايل واحده كانت الادم قال ان هو سوبيريور، وكان في الكير جيفر ترايل. فقال عشان كده بسبب الترايل دي قالوا ان الايدوكسابان والريباروكسابان بالذات هم احسن في الكانسر. طيب المده زي ما قلنا انديفنت، او ممكن لما الكانسر يخف توقفه. وعلى فكره لسه في خلاف حوالين الموضوع ده، لان ممكن يحصل ريكرنس في اي لحظه للكانسر، فالعلماء قالوا ان لقينا كده في مشكله. في كان في زمان حاجه بنتوقع بيها معدل الريكرنس، بس العلماء قالوا ملهاش اي لازمه، لان كده كده طول ما الكانسر موجود هو لوحده ريسك فاكتور مستمر. طيب افرض وانت قاعد وان العيان ده عمل سي تي لاي سبب من الاسباب ولقيت انسيدنتال بالمونر امبوليزم. انسيدنتال يعني مفاجئ عارض، انت بتعمل تحليل لحاجه لقيت ده موجود معاه، تعمل ايه؟ في الحاله دي عامله معامله البالمونري امبوليزم العادي. طيب ما عدا سب سيجمنتال. يعني ايه سب سيجمنتال؟
يعني حته سوبرانش صغنون خالص. طب انت برانش صغنون خالص اعالجه، تعالجه والله لو لقيت برانشات صغنونه خالص بس كتير، او لقيت دي بي تي في رجليه كمان، لو لقيت برانشات كتير وبيجي له دي بي تي كتير وجاله دي بي تي، يبقى انت هتدي له انتي وأجلنت على طول. طيب الكانسر سهل، خلينا نتنقل للموضوع اللي بيجي في امتحانات كتير وبيعمل مشاكل كتير. خلينا نفتكر ان بالمونري امبوليزم اهم اسئلته في الامتحانات هي الايكو بتاعه، بتشوف ايه في الايكو وايه يفرقه عن البالمونري امبوليزم عن بالمونري هايبرتنشن والبريجنانسي والستيب، ودول اهم مواضيع هنتكلم فيهم. يعني كل اللي قلناه ده كان تحضير عشان نتكلم عن موضوعين دول. البريجنانسي هو بيجي في الستات الحوامل يعني؟ اه طبعا الست ليه يجي في ست الحامل؟ المشكلة في ست الحامل ان عندها هايبر كو اجيولابل ستيت. الحاجة التانية ان هي ما بتمشيش كتير في العادة، خصوصا في الاخر 3 شهور بتبقى من التعب ومن الحمل قاعدة في البيت لفترة طويلة، كل ده بيزودها الفاريكوز فين بتظهر في رجلها، كل ده يزود معدل الحدوث. طيب المرض ده بيجي كل قد ايه؟ والله لقوه ان المرض ده تقريبا بيسبب في كل 100,000 واحدة حامل من 1 لـ2 هيموتوا منه. يعني كل 100,000 حامل في 2 ماتوا، وده فين؟ في بريطانيا. طيب لو ان هو تقريبا بيجي الخمس حوامل او 6 حوامل في كل 100,000. طيب ايه هي بريسبوزنج ريسك فاكتور؟ هو اي واحدة حامل هتيجي ليها، وطبعا ممكن بس يزود المعدل ده لو عندها كوموربيديتي، لو كان جالها قبل كده، الناس اللي عندهم اوتوميون ديسيز وبعض امراض الحمل اللي هي البولي هيدرامينوس، يعني مية الحمل كتيرة نتيجة عيوب في البلاسينتا، او الناس اللي عندهم بري اكلامزيا والسيزيريان سيكشن اللي احنا بنعمله في مصر كل الحالات، كل ده بيأثر، والناس اللي بتتحول لأوبيز، والناس اللي عندهم حمى النفاس البوست بارتم هيموريج، كل العوامل دي بالكامل تعملها. طيب ايه مشكلة التشخيص في الحامل؟ يعني ايه المشكلة؟ اولا اول مشكلة في ست الحوامل ان هم شكايين كتير، اي حاجة بيشتكوا منها ما تبقاش عارف هي عندها فعلا ولا ما عندهاش. كل ستات الحوامل عندهم ديزني، انا مخنوعة يا دكتور، ما الحمل في بطنها. الحاجة التالتة ان الدي دايمر عندهم دايما عالي عشان في جسم جديد تاني جنين جواهم، فالدي دايمر عالي، فدقة الدي دايمر بقت قليلة. طيب انا دلوقتي جات لي واحدة حامل وبتشتكي من ديزنيا بقالها فترة، وانا شكيت ان ده بالمونري امبوليزم، اعمل ايه؟ ادخلها تعمل سي تي مثلا؟ طب ما انا ممكن اعمل سي تي هموت الجنين، راديشن كتير أثرت على الجنين اللي عندي، وهي كل واحدة حامل جت تشتكي وشكيت يلا انت عندك بالمونري امبوليزم، ما ينفعش. علشان كده وعلشان دي دايمر المتغير، واحنا بنتكلم على واحدة ما عندهاش هيمودايناميك انستابيليتي، تم اختراع الجوريزم مخصوص اسمه اليرز الجوريزم. ايه هو اليرز الجوريزم؟ اليرز الجوريزم معتمد على دي دايمر. بتجي لك واحده حامل والست دي عندها بعض الكلينيكال ساين بتدور عليها، وكل كلينيكال ساين بتاخد بوينت. ايه هما؟ ان هي بتكح دم، ان عندها دي بي تي، او انت متاكد بالكلينيكال سنس بتاعك ده منظر بالمونري امبوليزم.
وعمال تحلف عليه. هنا نقول لك اسحب دي دايمر. الدي دايمر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، لو دي دايمر اقل من 1000 ومفيش اي هيموبسس ولا انت شاكك ولا دي بي تي، يبقى العيان بتاعك ده اكسكلودد. طب افرض اكتر من 1000، اكتر من 1000 يبقى هاي كلينيكال سسبشن، واطلب سي تي حتى لو ست حامل لانها ممكن تموت. طيب لقيت الدي دايمر اقل من 500 بس بكح دم، لا يا سيدي ما عندهاش بابونري امبوليزم وروحت الست. طب اكتر من 500 وبكح دم ولا دي بي تي؟ لو سمحت اعمل سي تي لان حالتها خطر. طيب ايه هي التحاليل اللي مفترض تتعمل؟ انت عملت اليرز الجوريزم، طب افرض انا مش طالبه معايا اعمل سي تي، ممكن في حاجه ثانيه غير دي دايما بنستخدمها؟ مبدئيا شكيت ادي انتي كواجولانت حتى يثبت العكس. طيب وبعد كده ما تعمل اكس راي كده حلوه. واحد يقول لي طب وايه لازمه الاكس راي؟ اول اكس راي كراديشن قليل مش هياثر على حاجه معانا. الحاجه الثانيه انت ممكن يطلع عندك شويه بالمونري بروبلم، فدي دماغك تروح ناحيتها. طيب ايه كمان مع الاكس راي؟ ما تبص على رجلين العيان، ما هيك عندها دي بي تي، ما تعمل كومبريشن الترا ساوند، يعني اكس راي وكومبريشن الترا ساوند. الكومبريشن الترا ساوند لو لقيت دي بي تي خلاص انت اتاكدت، يبقى دلوقتي هتعالج كانك بتتعامل بالظبط مع بالمونر امبوليزم ومش محتاج اعمل سي تي اللي بيضر قلبها. طب افرض ان الكومبريشن التراسوجرافي والاكس راي مش شايف فيهم حاجه، بس انا برضو شاكك ودي دايمر عالي، قدامك هنا كذا حاجه، يا تعمل فنتيليشن بيرفيوجن لانج سكان وده الافضل، بس افرض انت مش موجود عندك، في الحاله دي استخدم سي تي، والسي تي هيقول لك عندها ولا ما عندهاش. طيب لاحظ ان سي تي هنتغير بعض الحاجات. اول حاجه ان سي تي هتقلل حاجه اسمها الكفرج، يعني الاريا اللي يصورها تبقى محدوده. اتنين هتقلل كميه الاشعه اللي بتطلع منه، هتقلل الكيلو فولت بتاعه. هتتخلى عن حاجه اسمها الريكونستراكشن ايمج، يعني ده تكنيك بيستخدم راديشن كتير، هتقول للجهاز لا مش عايزه. الحاجه الثانيه هتقلل كنترول او تعمل كنترول للايمجنج. طيب قد ايه راديشن دوز؟ واحفظ الكلمه دي علشان ما تتفاجئش بيها وحضرتك قاعد في اي مكان، لان ممكن يجي لك في الامتحان يستظرف عليك يقول لك والله قد ايه؟ هو بيطلع من عندك من 3-4 ملي جرين. الجرعه المستخدمه اسمها ملي جرين، وما تنساش انها اتسالت في امتحانات. من 3-4، في حين ان الجرعه اللي تاذي الطفل هي حوالي 10 ملي جرين. طيب بالمونر امبوليزم وتاكد، اعمل ايه؟ مبدئيا ما تنساش انك اول حاجه تعملها لو مولكولار ويت انتي كواجولانت. اتنين شوف السيفيرتي، يعني الهيمو داينامكس بتاعتك، علشان انت ممكن توصل ضد الثرومبوليتك، ولازم يبقى فيه تيم، والتيم فيه دكتور نسب. حلو قوي. ازاي بقى اتعامل بالكلام ده كله؟ بص يا سيدي فاضل، اول حاجه فيهم واولهم اثناء البريجنسي هتعمل ايه؟ اثناء الليبر والبوست بارتم بيريود واثناء الرضاعه.
مبدئيا مبدئيا اول حاجه تديها اي بي انتي كواجولانت، والاي بي انتي كواجولانت اللي احنا بنحتاجه والاي بي انتي كواجولانت اللي احنا محتاجينه هو واحسنهم اللي هو لوكتر ويت هيبرين، ما بيعديش البلاسينتا مش محتاج تتابع وهيبقى كويس وزي الفل. طيب ينفع عندي انفراكشنت هيبرين؟ اه ينفع، بس ايه مشكله انفراكشنت هيبرين؟ مشكله انفراكشنت هيبرين بالتحديد الاوستيوبروزس والهيت، يعني ست دي هتعرضها ان يحصل نقص في الكالسيوم في العظم وفراكشر كتير لي بسبب الهيبرين، وممكن كمان يحصل هيت معاه وتبقى مصيبه. طيب ممكن ادي فوندا بارينوكس؟ اه ممكن، بس اقل فعاليه فيهم وجزء منه بيعدي البلاسنتا. طيب قلنا هتديه 5 ايام وتبدا معاه، ينفع نواكس؟ ممنوع نواكس في الحمل لانها بتعدي البلاسنتا ومفيش دراسات كفايه، وان كان قريبا في احد الانواع الجديده ما بيعديش البلاسنتا. طيب الفيتامين كي انتاجونست، الجدول ده انا جايبه لحضرتك من الفالفولار، ما تنساهوش الجدول ده من اشهر جداول استخدام الفيتامين كي انتاجونست في المكان. زي ما انت شايف الفيرست ترايمستر الافضل انك تدي فيه لوم لوكلر ويت هيبرين، لو اقل من 5 ولا اكتر من 5؟ اقل من 5 ادي من فيتامين كي انتاجونست وتتابع. ولاحظ ان فيتامين كي انتاجونست بيعمل امبريوباسي وبيأثر على سينيس، وان كان بجرعه 5 مش قوي. طيب اكتر من 5 ادي لوم نوكلر ويت هيبرين. طيب ممكن تدي انفراكشن هيبرين؟ اه. السكند ترايمستر حاول على قد ما تقدر تنقل الفيتامين كي انتاجونست. طيب الفيتامين الاي ما تنساش انك لازم تتابع البي تي تي وتتابع الانتي فاكتور 10 وانت موجود. حلو قوي. امتى اولد؟ احنا اتكلمنا عن الحمل، طب اولد امتى؟ الولاده تبقى موجوده في الاسبوع 36. طب نوعيتها ايه؟ تولد طبيعي ولا قيصري؟ يعني واحده ماشيه على انتي كواجولان افتح بمشرط واعمل نافوره دم، ولا اروح للست دي واخليها تولد طبيعي احسن؟ طبيعي احسن. طيب امتى؟ يفضل عند اسبوع 36 وممكن تمد ال 40 كمان، بس افضل وقت هو 36. طب اولدها ازاي في الاسبوع 36؟ مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم في اخر اسبوع وقف خالص الماريفان، ولما الماريفان بيكون اقل من 2 بتدي حضرتك لوم لوكلر ويت هيبرين. حلو قوي. تيجي في قبل الولاده بيوم ونص، يعني 36 ساعه توقف اللو مولوكولار ويت هيبرين وتخش باي في كونتينوس انفيوجن للانفراكشنيت هيبرين هيبرين. وطبعا انت الاي ان ار بتاعك فوق الاثنين، اسف البي تي تي فوق الاثنين. حلو قوي. وقبل الولاده بست ساعات توقف، قبل الولاده بست ساعات هتوقف الهيبرين وتبتدي وتسيب الست تولد. طيب في سؤال مهم، افرض العينه دي الواد لازم اولده قيصري، الواد محشور، او زي ما دكاتره النساء بتقول دايما الميه قليله يا مدام حوالين البيبي لازم قيصري، اعمل ايه؟ ما قيصري مشكله. في الحاله دي حضرتك اول حاجه هتستخدم سباينال انستيزيا لانها امن من الجنرال في الناحيه دي، والحاجه الثانيه ان السباينال انستيزيا ما تبداش على الاقل 6 ساعات من او 4 من اخر جرعه هيبرين.
طيب الست ولدت اسيبها كده خلاص مش محتاجة هبارين؟ ده احنا قلنا ان البوست بارتم من اخطر المراحل. هرجع الهبارين من 8 ل 12 ساعة بعد الولادة واتأكد مفيش نزيف طبعا، بديها من بعد 8 ل 12 ساعة هبارين. طيب وسؤال هنا بسيط، ليه ما اديتش لهم نوكلر ويت هبارين على طول؟ ليه بدي هبارين؟ لان الهبارين ليه انتي دوت، لو حصلت اي مشكله حد الانتي دوت على طول، انما لهم نوكلر ويت ملوش للاسف انتي دوت، وان كان ظهر يعني مؤخرا بس غالي قوي. فدلوقتي ادي حاجه سهله وسهله عكسها ومبقاش خايف من النزيف عشان كده. طيب الست قامت بالسلامة بعد يوم أو يومين، أعمل إيه مع الست دي بعدها؟ أدي نواكس؟ لا مفيش نواكس، أصل النواك حضرتك بتعدي هتعدي وتنزل في اللبن تعمل الواد نزيف، فلو سمحت تديهاش نواكس خالص. هدي فيتامين كي أنتاجونس، والفيتامين كي انتاجونس هيحتاج منك 5 ايام انك تدي معاه الانفرشيت هيبرين لحد ما توصل للتارجت اي ان ار. يعني وهنتكلم عن السويتشنج بتوين الانتي كواجولانت في مكان تاني او في وضع تاني لو لقينا وقت. طيب الانتي كواجولانت اخدها لمده قد ايه؟ الانتي كواجولانت على الاقل 6 اسابيع بعد الولاده، او يكمل الثلاث شهور لو هو ما كانش كملهم. يعني لو جات لها مثلا في الشهر الثامن كمل شهرين، طب افرض جت في السادس وهي خلصت، لا انت ادي بعد الولاده 6 اسابيع زياده جدعانه من عندك. طيب ينفع عندي ثرومبوليتك؟ ينفع، بس تعرف ان المورتالتي بتاعت المورتالتي بتعلى، وخصوصا في الطفل الجنين هو اللي بيموت لان برسنتك اسفيا بليدنج. طب ينفع استخدم سيرجري؟ ينفع، بس المورتالتي بتزيد سواء للام او للطفل. طيب والحاجه الاخيره ما تنساش ان ممكن تستخدم اكمو، وهقول لك ليه حالا. الانفيرو فينا كيبا فلتر اخبارها ايه؟ ممكن تركب عادي خالص. طيب هو كل الجلطات كلها امبوليزم؟ لا، في امنيوتك فلويد امبوليزم، وست بتولد والقرن اتفش او يعني كيس اتفتح، ممكن خصوصا في السيزيريان سيكشن لو بيفتح براد فيزل يتسرب امنيوتك فلويد للفينز ومنها توصل للقلب وتوصل للرئه، فبتعمل امبوليزم. بتعرفها منين؟ ان الست ولدت وهي بتولد مره واحده حصل لها ارست او ريفراكتور هايبرتنشن على الترابيس الولاده، ملهاش حل لانها مش غلطه عشان تدوب، ده ماده فبتستنى لحد ما يحصل لها ابزوربشن لوحدها. واحسن حاجه تستخدمها لو حصل هيمو دايناميك ديستربنس هي الاكمو فقط، وسبورتيف ميجر فقط للام، وتدعي ربنا ان هي تعدي. نسبه الوفيات فيها عاليه بتوصل قرب 30%، بس 70% بيعدوا. اخر موضوع هتكلم فيه النهارده، والحقيقه ان الموضوع ده هو مرتبط اصلا ببابولار امبوليزم بالبابولاري هايبرتنشن اكتر منه بالبابولاري امبوليزم. الستيب او لونج تيرم سيكويلاي للبابولاري امبوليزم باختصار خالص، ان بعد 3 شهور من البابولاري امبوليزم لقوا عينين كتير بيشتكوا من ديزنيا، فراحوا يبصوا عليهم لقوا ان الجلطه زي ما احنا شايفين كده كبيره قوي وسد كل البلمونري ارتري بالمنظر ده. لما لقوا المنظر البلمونري ارتري مسدود، فطبيعي ان العيان مفيش دم ماشي في الرئه كويس، فبدا العيان يتخنق. طيب ما ممكن العيان ده مخنوق لاي سبب؟ قال لا يمكن زهقان يا اخي. فقالوا ايه الكرايتيريا اللي تحدد لي ان عنده ستيب؟ باختصار خالص
عشان اقول ان العيان عنده ستيب لازم الاقي فيه الصفات دي. اول حاجه اديت انتي كوجولانت لمده من 3 ل 6 شهور للبيشنت. اتنين، ان ضغط بالمونري ارتري المين بريشر فيه اكتر من 25. اتنين، ان الكابيلاري ويدج بريشر اقل من 15. ثلاثة، انك استخدمت سي تي او استخدمت فنتيليشن بريفوجن سكان ولقيت مشكله في قلب البيشنت. طيب ايه الديفرنشال دياجنوزس؟ ان العيان ممكن يكون بالمونري هايبرتنشن اصلا وانت غلطت في التشخيص، بس وجود فنتيليشن بريفوجن لانج سكان او سي تي والجلطه واضحه وكبيره معناها على طول ان العيان ده عنده ستيب. طيب الستيب عشان تتاكد منه وتتاكد مفيش بارمونا هايبرتنشن باختصار خالص، انت عديت 3 شهور في ديزني العيان ده عملت له ترانسوراسك ايكو فلقيت بارمونا هايبرتنشن او لقيت ار بي ديسفانكشن، فتطلب سي تي بارمونري انجيوجرافي او فنديشن بريفوجن لانج سكان زي ما قلنا وتحسب له بالتست بروبابيلتي، وهنا بيزيد البي ان بي عشان تتاكد ان مفيش مشكله فيه. وزي ما قلنا هنبدا العلاج بتاعنا، والعلاج كله عباره عن انتي كوجولانت. طيب عالج العين ده ازاي؟ جلطه هنا موجوده، اعمل ايه معاها ومش راضيه تدوب؟ رايكم نعمل ايه؟ بالعقل كده، ايه رايك نستخدم نعمل عمليه جراحيه ونشيل الجلطه اللي بقت فايبروز في قلبين، او ادخل بالونه واعمل اكسر بيها الثرومبس اللي ناشفه دي، افتح مسار للدم فالرئه ترجع طبيعيه شويه، او اخر حاجه فيها لنعمل عمليه لون ترانسبلانتيشن. يبقى تاني، العيان بتاعنا نبدأ نعمل له بالمونري أنجيوبلاستي أو سيرجري أو لانج ترانسبلانتيشن، وقلنا إن التشخيص بتاعنا من 3 ل 6 شهور في ديزنيا وزيادة في المين بالمونري أرتري بريشر أكتر من 25 والكابيلاري ويدج بريشر يعني ال بي يعني قليل أقل من 18. طيب في سبيشال سيتويشن أخيرة؟ عايز اقول حاجه اسمها النون ثرومبوتيك بالمونري امبوليزم. باختصار خالص ان في عندي حاجه اسمها سيبتك امبولاي، ودي موجوده في الناس اللي عندهم انفكتيف اندوكاردايتس وراحت للرئه وبتعمل لنج ضيمه، فلازم تسحب معاها، بيزيد بس انك تسحب معاها عينه من عينات الدم. في عندي حاجه اسمها الفورين بودي بالمونري امبوليزم، ده نتيجه اي حاجه زي الناس اللي بتركب بيس ميكر مثلا وطارت منه حتة أو سي بي بي وطارت حتة راحت الرئة. وآخر حاجة الفات امبوليزم، وبفكرك بيها لأن الفات امبوليزم بتعمل مشكلة، بتعمل تحت في الرجلين بيجي في التو عادة، وبتعمل اللي بيضاي ريتيكولاي نتورك في الرجل يعني زرقان في الرجل من تحت، وعلاجه في العادة سبورتيف مع كورتيكوسترويد. ما تنساش الفات امبوليزم بتيجي في الكومنتري كيسز كتير. تاني بيجي فيها اللي بيدو ريتيكولاريس او بتيكاب راش مع ريسبيراتو ديستريس او ديزنيا وشويه التريشن للمنتال ستيت، اصل الواد او الواد اللي انت خصوصا في العينين اللي انت عاملهم جراحه خصوصا في اللونج بون فراكشر تلاقي شويه امبولاي راحت وتلاقي الواد كده توله نص يوم. طيب هنا هنا دي بقيه الحاجات اللي موجوده. الانسيدنتال قلنا لو هي كبيره قوي تعملها زي المعامله العاديه، لو صغيره سيبها زي ما هي ما تعملش اي حاجه اكتر من كده. الناس اللي عندهم بالمونري هايبرتنشن ومعاهم بالمونري امبوليزم زي في حالات الستيب بتاعك، لو سمحت ما تنساش انك تدي الريوسويجيت او تدي الفياجرا عادي خالص زي ما بالمونري هايبرتنشن
وهيجي وقتها ونتكلم فيها. اتكلمنا عن الكانسر، اتكلمنا عن البريجنانسي وشرحناهم بالكامل. احنا بقلنا سترومبوفيليا، والام سي كيو اللي محطوطة كلها عبارة عن سترومبوفيليا. هنعيدها تاني ان شاء الله تعالى، وهنزل على الجروب باذن الله تعالى على الجروب الاسئله بالحل بتاعها، وبكره الصبح هنعيدهم تاني. تمام، شاكر جدا ليكم وشاكر لوقتكم، معلش طولت عليكم النهارده. تمام، شكرا حضرتك. رمان كمان، رمان خليك. في اي اسئله، في اي حاجه عايزينها؟ شكرا يا كرام، ان شاء الله بكره الصبح. على خير، على خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تسلموا تسلموا. تسلموا. العفو العفو. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة.